السلام عليكم طلاب صف الثالث المتوسط، وموضوع متباين تقييم المرتقى. هو متباين تقييم المرتقى اما تضمن علامه اكبر او تضمن علامه اصغر، واذا كان تضمن علامه الاكبر تحول الى متباينه مركبه باداه الربط او كما اخذناها في الدرس السابق، او اذا كانت تتضمن اداه او علامه اصغر فتحول الى متباينه مركبه باداه الربط و. يعني إذا كانت قيمة المطلقة الأكس، وهنا الأكس مكتوب بي بس أكس، يقصد بمقدار كامل أكبر أو يساوي أي أو أكبر من أي، هنا أي عدد ثابت، هنا نقول تحول إلى متباينة مركبة بأداة الربط أو، يعني الأكس أكبر أو يساوي أي أو الاكس اصغر او يساوي سالب. اما اذا كان تضمن اداه بدل الاكبر اصغر، يعني القيمه المطلقه الاكس اصغر او يساوي اي، هنا تحول الى متباينه مركبه لاداه الربط و، يعني نحبها الصيغه حسب الخاصيه نكتب الاكس بالنص اكبر او يساوي وأصغر أو يساوي، راح يكون هنا الحد الأدنى السالب أي، وهنا الحد الأعلى اللي هو موجب أي، أو أحولها إلى متباينة و، يا متباينة و، لكن متباينة و لها مجموعة حل، ومجموعة الحل تقاطع مجموعة الحل الثانية، وبالنتيجة تكون هاي الناتج، يعني هنا نكون الإكس أكبر أو يساوي سالب أي، والإكس أصغر أو يساوي أي، حلها بهالطريقة، ممكن؟ أو بهذه الطريقة، وكل الحالتين هنا راح يكون عندي تقاطع المجموعة الأولى مع المجموعة الثانية. ونجي هنا نشوف عندنا مثالية، هنا مثال يضمن علامة أصغر، وهنا راح أطبق عليه هاي الخاصية، يعني هذا الأكس زائد 6 راح يكون مكان من؟ مكان الأكس، راح يكون الأكس زائد 6 أكبر وأصغر، أكبر من حد أدنى اللي هو راح يكون سالب 3. وأعلى وأصغر من حد أعلى اللي هو 3، وإحنا تعلمنا شلون نحل هاي المتباينة، نضيف النظير الجمعي للعدد 6، يعني سالب 6، إكس موجب 6 سالب 6، أكبر أصغر، 3 سالب 6 هنا، أو سالب 3 سالب 6، ضفنا سالب 6 نظير جمعي حتى نتخلص من هاي الستة، تبقى عندي بس الإكس أكبر وأصغر. 3 سالب 6 هي سالب 3، سالب 3 وسالب 6 هو سالب 9، هنا نكتب مجموعة الحل اللي هي راح تكون الاكس، حيث راح تكون الاكس بالنص أكبر من سالب 9 وأصغر من سالب 3، وحتى نمثلها على خط الأعداد، الحد الأعلى اللي هو سالب 3 والحد الأدنى اللي هو سالب 9، والسالب 3 والسالب 9 غير داخل بالحل لأنهم من جهة مفتوحة، يعني السالب 3 ما داخل بالحل والسالب 9 ما داخل بالحل، ومجموعة الحل مثل ما تعرفون احنا متباينة الو تقاطع، وراح يكون بين الفترة الأولى أو بين الحد الأعلى والحد الأدنى. نجي لهاي المتباينة اللي هي فيها علامة الأكبر، وعلامة الأكبر راح أطبق عليها الأول، يعني راح أقول 5 واي ناقص 1 مكان من؟ مكان الإكس، أكبر من أي اللي هو يمثل هنا 4، أكبر أو يساوي 4، أو 5 واي ناقص 1 أصغر أو يساوي سالب 4، حسب ما أخذناه. نجي هنا أحل هاي على حدة، يعني 5 واي أكبر أو يساوي 4، الواحد راح يكون موجب واحد، 5 واي أكبر أو يساوي 5، قسم الطرفين على 5، معامل الواي، عندي الواي أكبر أو يساوي 1، أكتب مجموعة الحل الأولى اللي هي واي حيث واي أكبر أو يساوي 1، جيت لهاي الجهة راح أحلها بنفس الطريقة، 5 واي أصغر أو يساوي سالب 4، الواحد يتحول سالب يصير موجب 1، 5 واي أصغر أو يساوي
سالب 4 موجب 1 سالب 3 قسمة الطرفين على 5 روح 5 ويا 5 يبقى عندي واي أصغر أو يساوي سالب 3 على 5 أكتب هنا مجموعة الحل اتحاد مجموعة الحل الثانية اللي هي واي حيث واي أصغر أو يساوي سالب 3 على 5 وحتى أمثلها على خط الأعداد راح يكون الحد الأعلى على اليمين والحد الأدنى على اليسار. الحد الأعلى اللي هو 1 الموجب 1 هو أكبر من سالب 3 على 5 ويكون هنا مظللة داخلة في مجموعة الحد لأنه أكبر أو يساوي والسالب 3 على 5 هنا هذا الموجب 1 وهنا سالب 3 على 5 وهنا الأصغر من سالب 3 على 5 اللي هي الأعداد السالبة الأصغر من 3 على 5 أكبر من 1 هي الأعداد الموجبة الأكبر من 1 وهذا التمثيل على خط الأعداد وإن شاء الله بالدرس القادم راح ناخذ متباينات أكثر مع حل مسائل حل.